صغور كان صار مخنيدة أن صغار سيجون براز خذار تصفيقاتكم البلاز شرف المغرب كل المغاربة يشجعونه ويحبونه ومعه الوالدة المحترمة هكذا هي الأم المغربية الحاضرة دائما مع أبنائها بعد ملحمة كأس العالم في قطر ها هي ملحمة أولمبياد باريس وعبر تكريمنا لسفيان البقالي نكرم أمه وكل الأمهات المغربيات البراز خثار نيدران العزة في مزيرة المغرب البراز نيس بورزن ثمزيرة الناس الأولمبياد باريس 2024 البراز نديوين العائلة الناس رساك ذوذاذ نيفران لتواقينا المناسبة عيد العرش ثورة الملك والشعب أباريق الغان خفون براز سفيان بقالي مفتاح المدينة تكريما له وشكرا له وامتنانا له على الصورة الجميلة التي قدمها له ولإفران إفران المدينة التي طالما احتضنت كل أبطال ألعاب القوى المغربية هنيئا لسفيان البقالي بهذا التكريم وهنيئا لنا جميعا به بأمه وبإنجازاته التي جعلتنا نفتخر ونعتز أننا مغاربة تنمير ثائر ونبراز لك سفيان فلورانس نيغا باريس ألاس نسيتيم بون كوراج كثيواليوين دانين صربية والآن كلمة للبطل سفيان البقالي أنو شوال ونبراز سفيان السلام عليكم اول حاجه شكرا على التشجيعات ديالكم على الاستقبال ديالكم الرائع شكرا بزاف على التشجيعات ديالكم اللي كنتلقاها منكم دائما في مساري الرياضي كنشكركم بزاف مره واحده اخرى وانا جيت سعيد بالحضور ديالي مع سكينه افران انا خلاص دابا وليت ولد افران وليت ولد المدينه فجبت التدريب ديالي كلها هنايا وانا جيت سعيد بالتواجد ديالي بهذه المدينه هذه وكنشكر الاخ السيد عامل والناس ديال المنطقه ديال مدينه افران على استقبال وحفوه الاستقبال مره اخرى وشكرا جزيلا لكم مره أخرى. اول شيء انا جيت سعيد بالتواجد ديالي اليوم في مهرجان مدينه افران صراحه انا جيت سعيد بالتكريم ديالي من طرف سيد عام مدينه افران كنشكره بهذه المناسبه هذه وكنقول له شكرا بزاف على الدعم ديالو وعلى التشجيعات ديالو كذلك اللي موكبني في التدريب ديالي والحمد لله كما كتعرفوا سوفي البقالي اصبح ابن مدينه افران فحوالي 10 سنوات وانا هنا كناخذ التدريب ديالي وانا جيت سعيد اليوم بالمشاركه ديالي والحضور مع رفقه الناس في هذا المهرجان وان شاء الله نتمنى النجاح لهذا المهرجان هذا اللي يكون في باقي الدورات المقبله ان شاء الله يكون نجاح ظاهر ان شاء الله شكرا على المشاهده اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بكم